على مسجدنا ضيف على أعيد آية مسجد أن مسجد إيه مرش أوي أبي يبدي مسجد بعيد هذه كجا إيه دستان مرش إيه فوق مرش جلوم عليه عليه Amri kan dikasih apa ini nak? Ada masjidun. This is a mosque. Apa ini? Ada masjidun. Ba'idun. Kita dia. مو
مدرستون A teacher feminine A teacher مدرستون 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 جا لساتون A sitting teacher أكو أنا sitting teacher مدرستون جا لساتون أن بوزير جاسزي أوكي أبين هذه مدرسة This is a teacher أوكي هذه مدرسة جالسة This is a sitting teacher المدرسة المدرسة the teacher المدرسة جالسة the teacher is sitting okay المدرسة الجالسة the sitting teacher the sitting teacher the sitting teacher okay الآن لنا هذه المدرسة هذه المدرسة this teacher سأعلمك هذه المدرسة هذه المدرسة هذه المدرسة جالسة This teacher is sitting سأعطيك درس هذه المدرسة جالسة This sitting teacher سان سيان كي أسيزي لا سان سيان كي بي أسيزي أسيزي لا لكي لا تبينينو مريد ودون مريد ودون مريد ودون طويلة دون مريد ودون أفيرمية مريد ودون أن أفيرمية مريضة الأنفيرمية مريضة طويلة الأنفيرمية أوت الأنفيرمية أوت هذه مريضة سا سي الأنفيرمية سا سي الأنفيرمية هذه مريضة طويلة سا سي الأنفيرمية أوت سا سي الأنفيرمية لون الممرضة المريضة أنفيرمية لا أنفيرمية لا الممرضة طويلة الممرضة طويلة أنفيرمية لا يقعد لطول أنفيرمية لا يقعد الممرضة الممرضة الطويلة أنفيرمية قد لا أنفيرمية قد لا هذه الممرضة سا أنفيرمية لا سا أفيرمية لا هذه الممرضة طويلة سا أفيرمية لا يقعد سا أفيرمية لا يقعد هذه الممرضة الطويلة سا أفيرمية قد لا سا أفيرمية قد لا أوكي أبقي لنا مدرسون أمين واقفون مدرسون أنا أسيني مدرس أنا أسيني مدرس واقف كنا واقف مدرس واقف أنا أسيني بديبون standing teacher أنا أسيني بديبون هذا ذلك ذلك مدرس ذلك مدرس that is a teacher سا لا بالا تيجا
ذلك مدرس واقف. That is a standing teacher. المدرس. المدرس the teacher. المدرس واقف. The teacher is المدرس واقف. The teacher is standing. The teacher is standing. المدرس الواقف. المدرس الواقف. The standing teacher. L'enseignant qui est debout. المدرس الواقف. L'enseignant qui est debout. هذا ذلك. Non. ذلك المدرس. That teacher. That teacher. ذلك المدرس واقف. That teacher is standing. ذلك المدرس الواقف. ذلك المدرس الواقف. That standing teacher. Okay. أقول هنا. دكان مفتوح. دكان أنا أبجيك. دكان مفتوح أنا أبجيك فيها. أنا أبجيك فيها. هذا ذلك دكان. That is a shop. ذلك دكان مفتوح. That is a an open shop. أنا أبجيك فيها. الدكان the shop. أبجيك. الدكان. الدكان مفتوح. الدكان مفتوح. لا بوتيك لا. The shop. لا بوتيك لا. لا بوتيك لا. الدكان مفتوح. لا بوتيك لا. الدكان المفتوح. الدكان المفتوح. The open shop. لا بوتيك وياه. لا بوتيك وياه. ذلك الدكان. ذلك الدكان. That shop. ذلك الدكان. That shop. ذلك الدكان مفتوح. That shop is open. ذلك الدكان المفتوح. That open shop. لا بوتيك كيوية لا مرة. ذلك الدكان المفتوح. لا بوتيك كيوية لا مرة. وين؟ أوينه؟ فهمنا؟ يد وسخة. يد يد النعم. يد وسخة النعم سال. يد وسخة النعم سال. هذه يد ساست النعم. وتلك تلك يد. That is a hand. تلك يد. That is a hand. تلك يد وسخة. That is a dirty hand. A dirty hand. اليد the hand. نعم نعم. اليد وسخة. The dirty hand. The dirty hand. لا مسألة. لا مسألة. اليد وسخة. No. اليد وسخة. اليد وسخة. The hand is dirty. اليد وسخة. The hand is dirty. اليد الوسخة. The dirty hand. ما هي الوقت؟ هذا تلك اليد. تلك اليد. That hand. تلك اليد. تلك اليد وسخة. That hand is dirty. سلام يا بارسال. تلك اليد. تلك اليد الوسخة. سلام لا سلام لا بارا. That dirty hand. That dirty hand. Okay. تلك اليد الوسخة. سلام سلام كيف هذا؟ تلك اليد الوسخة. Okay. أبغى كده نعم. ساعة جميلة. ساعة. A watch. يقرأ كويس. تلك ساعة أمن. A watch. ساعة جميلة. A beautiful watch. A beautiful watch. تلك ساعة. That
That is a watch. تلك ساعة. That is a watch. تلك ساعة جميلة. That is a beautiful watch. الساعة. الساعة the watch. الساعة the watch. الساعة جميلة. The watch is beautiful. الساعة جميلة. The watch is beautiful. الساعة الجميلة. The beautiful watch. الساعة الجميلة. The beautiful watch. تلك الساعة. That watch. تلك الساعة. That watch. تلك الساعة جميلة. تلك الساعة جميلة. That watch is beautiful. That watch is beautiful. تلك الساعة الجميلة. That beautiful watch. Si je ne comprends les sons, c'est qu'une veille, je finis de comprendre, comme je dis, encore la moitié, la moitié, un tiers à la fin. 30% 30% arabe, je finis de comprendre. 30% arabe, je finis de comprendre. Par l'eau d'Allah, si je comprends la différence qui est là, qui différence est là entre Hada Mastidun, Hada Mastidun. Qui différence est là? Hada Mastidun, Hada Mastidun. Ça c'est un masjid, sa masjid là. Créole, une différence. Ça c'est un masjid, sa masjid là. Une différence, non. Hada masjidun, hada masjidun. Nous disons, al masjidu ba'idun. Masjid là, loin. Al masjidu ba'idun, masjid loin là. La créole nous va dire, sa masjid là, loin. Masjid là, loin. Masjid là, loin. Al masjidu ba'idun. مسجد لوالا كنتو بيعني بكاء مسجد لوالا المسجد البعيد وي موشيان اوكي مزيسكي فاساس كنتو نعمل لون ندو اكساني كلو ندو تا نت 37 نو باروي لا 38 نو فيادر 38 اليس Allez, nous lire. Vous lire après nous expliquer. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب اسم التاجر محمود واسم الطبيب سعيد هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة لمن هذه السيارة ولمن تلك هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. آلي ننفيا أمام خلف فيني فيها لي 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 وسين ننفيني ننفيني فيها من البيت من أمريكا أنا بان فيها سامو كون ولا ها ban mot qui pas fini par un, mais dire quand il y a une préposition pour apprendre devant lui, il faut se parer. Une verbe. Une verbe. Hein? Moi, je dirais certainement, oui, après nous dire quand il y a un mot, il y a un nom d'arabe qui pas par un. Par exemple, Amérique. Là, nous dire si il y a une préposition pour devant lui, non, nous ne pouvons pas dire. Non. Nous ne pouvons pas dire. Allez, non, quel numéro? 38. 38 mot qui pas termine par un non c'est pas grave par un est là non c'est pas pour ça que j'allais termine par un est là ni un ni ou alors ni un ni ou qui pas termine mot qui pas termine ni par un et ni par ou quand
in a and great position devant lui, il reste pareil, par exemple, un mot tel pour un masjidun, une préposition devant lui, amama, qui lui dit, mas, qu'est-ce que c'est? Masjidin, masjidun et mosque, amama masjidin in front of a mosque. In the middle of wood. Look at it. Al-Baytu. Al-Baytu, in the middle of wood. Nous mettons une proposition devant lui. Khalfa. Khalfal. Quel est le meaning? Khalfal-Bayti. Alors, je veux dire, mot qui ne termine ni par wood et ni par wood, quand une proposition devant lui, il est pareil, Reggie. Nous dire Mustachfa, Mustachfa. Il peut être pas un ou? Non. I'm going to a. Comment dire? Hospital. To a hospital. Il a Mustachfa. Il est pareil, Mustachfa, il reste pareil. Mustachfa, il a Mustachfa. Et hospital, tout est hospital. Qui veut le reste pareil? Ou t'as une proposition devant lui? Parce qu'il va terminer ni par un ni par où? Correct? Ou bien, al-dunya. Al-dunya, qui nous dit dans dunya? Fid? Fid dunya, rabbana atina. Fid dunya, il y a plus grand sens qu'on va courir tout là. Fid dunya, dans dunya, il reste pareil, il reste pareil. Et, allez-vous capable d'ajouter un autre, ça c'est 38, déjà 37. Non, il est pas là. C'est tout, hein? Allez, nous mettons un coup. Allez. هذا
الرجل الدرس الثامن the eighth lesson c'est pas الدرس الثامن c'est الدرس الثامن voilà هذا الرجل كيف جاء هذا الرجل this man هذا رجل كيف جاء هذا الرجل this is a man هذا الرجل this man هذا الرجل تاجر this man is a trader ساجم لأنه كوميسان وذلك الرجل كيف جاء ذلك رجل that is a man ذلك رجل that is a man ذلك الرجل that man ذلك الرجل وذلك الرجل طبيب and that man is a doctor اسم التاجر في فيها مضاف مضاف إليه كم هو شاب الليسي أمامي اسم التاجر the name of the trader nom du commerçant اسم التاجر بيت المدرس مفتاح السيارة اسم التاجر the name of the trader محمود is محمود واسم الطبيب نباجه واسم انفنية قانسة سألف لا سي أمزة الوصف نباجه واسم نجي واسم واسم الطبيب and the name of the doctor زبزاغي بزيس نوزبوك موسمعي واسم الطبيب and the name of the doctor is سعيد سي سعيد هذا البيت كيف جاء هذا البيت this house هذا بيت كيف جاء هذا البيت this is a house هذا البيت this house سا لا كازلا هذا البيت للتاجر this house is for the trader وذلك البيت وذلك البيت ذلك بيت كيف جاء ذلك بيت that is a house وذلك البيت that house وذلك البيت and that house للطبيب is for the trader for the doctor بيت التاجر the house of the trader أمام المسجد is in front of the mosque وبيت الطبيب and the house of the doctor خلف المدرسة is behind the school لمن هذه السيارة ولمن تلك هذه سيارة كيف جاء هذه سيارة this is a car هذه سيارة هذه السيارة this car لمن هذه السيارة لمن كيف جاء for whom بوكسانلا لمن هذه السيارة for whom is this car بوكسانلا سالوتولا ولمن بوكسانلا تلك that one بوكسانا لطلا that one هذه السيارة this car للطبيب is for the doctor وتلك and that one للتاجر is for the trader هذه السيارة this car هذه السيارة this car من اليابان is from Japan وتلك and that one من أمريكا is from America. لبجلي قبلين يهو قنقص بسباري من أمريكا is from America. على دفوا أجب أن الأسئلة الآتية زبزان في هذه الولاء نمغوان من هذا الرجل ومن ذلك الرجل ساسبومي دفوا ديجم دفوا فيزو دفوا من فريا انتشاما زبطو زنفيكون كوز عرب إن شاء الله Et si tu apprends bien, quand on peut faire droit dans Ramadan, tu commences à comprendre tout. Parle-y bien. Non, tu as acheté le nukba, imam, quand il fait l'église de Coran, tu commences à faire nukba, quand imam peut faire droit. Et quand vous m'avez droit, comme ça qu'il vous a mis. Ouais. Numéro 10. En vérité, c'est facile. Comme vous voyez, si on arrive jusqu'à là, ça, c'est comme l'expliquer aujourd'hui, à 10 points là, 30% de venir du bout de l'autre pied là. Et tu vas m'en cause au bout de bien.
اقرأ واكتب. لي اكريه جو تراديير. هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. This boy is Khalid and that boy is Muhammad. Continue the fatu. Numéro 3. اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية آتية مثله. Idea. Faire comme il mentionnait. Ça va être comme un exemple là. هذا كتاب. This is a book. هذا الكتاب لمحمد. This book is for Muhammad. Continuez comme ça même. This is a doctor. This doctor is from India. Continuez. Numéro 4. اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة وأجوبة مثله. Fait question réponse. Basant-le ça. Premier exemple. لمن هذا الكتاب؟ لمن؟ كيف يجي؟ بوكسان لا. هذا الكتاب. This book سليف لا. لمن هذا الكتاب؟ For whom is this book؟ هذا الكتاب لمحمد. This book is for محمد. الكوتشني. لمن هذا المفتاح؟ هذا المفتاح لعباس. لمن هذا؟ No. لمن هذا القلم؟ هذا القلم لعباس. لمن هذا المفتاح؟ هذا المفتاح لعلي. الكوتشني. نمبر 5. تأمل الأمثلة الآتية. سويف سا ان اكزامبل سا وجا سا حقيبة حقيبة بين بابو بها نمبر 5 لا ساك سا ساك مدرس سانكام ديفوار البيت. C'est que nous expliquons numéro 38. Al-Baytu, fil-Bayti, min al-Bayti, il al-Bayti. Al-Mustashfa, the hospital, fil-Mustashfa, min al-Mustashfa, il al-Mustashfa. America, fi America, min America, il America. المانيا في المانيا من المانيا الى المانيا. اوكي لا لازم في هذه ولا اقرا واكتب اجا يبغى يسباري. هذا الطبيب من انكلترا. This doctor is from England. اوك نبغى نشرح ان بالا الكلمات الجديده. ensuite numéro 6 لازم تترجم ها numéro 6 امامك خلفه. السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس. أنا أنت هو هي نفير. هي سي شي إت إيت هو نفير. السبورة أمام الطالب. The blackboard is in front of the student. وهي and it is خلف المدرس behind the teacher. الخلف إك أمام. الكلمات الجديدة the new words. Correct. المستشفى the hospital. ألمانيا إليها. ألمانيا جرماني. إنكلترا سي إنجلند. سويسرا كيف يدي لبا سويس أنا أقول كونجا سويسرلاند سويسرلاند سويسرلاند. سويسرلاند. السكين سي نايف كوتو. فرنسا لا فرانس. امام ان فرونت اوف خلف بيهايند. اوكي سي تو بو اجوردي سان بروشان ان شاء الله.